خلينا نروح لخبر مهم جدا، والخبر ده يمكن متواكب مع احتفالنا النهارده بالسد العالي. في سد عالي تاني بيحصل في العاصمه الاداريه. امبارح تمت احتفاليه بتسليم اول 3 ابراج اداريه ضمن منطقه الاعمال المركزيه في عاصمتنا الاداريه الجديده. الابراج الاداريه 3 بيعتبروا باكوره مرحله التسليم في المنطقه المركزيه للاعمال في عاصمتنا الاداريه، واللي بتشهد بناء 20 برج، منهم طبعا البرج الاشهر والاكثر اضاءه والاطول في افريقيا، البرج الايقوني. حقيقه مصطفى، ومنطقه الاعمال المركزيه يمكن هي واحده من المشروعات المهمه في العاصمه الاداريه الجديده، واللي هتكون نواه حقيقيه وقيمه مضافه قويه للاقتصاد المصري. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الافتتاحات اللي تمت امبارح مع ضيفنا عبر الهاتف استاذ عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان. صباح الخير استاذ عمرو. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كل عام وحضراتكم بخير. استاذ عمرو، بالامس كلنا تابعنا الاحتفاليه وكلمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اللي يمكن اشار الى نقطه هامه، وهي اهميه وجود منطقه مركزيه لاي دوله او اي عاصمه. اهميه هذه المنطقه المركزيه الموجوده في العاصمه الاداريه الجديده بالنسبه لمصر ككل، زي ما ذكر يمكن رئيس مجلس الوزراء. طبعا يا فندم، تشرفنا بالاحتفاليه بالامس بحضور دكتور عاصم الجزائر وزير الاسكان وتشريف دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وزي ما سيادتك اشرتي كده، هو المشروع له اهميه كبيره لانه تم تنفيذه في اهم مشروع تم تنفيذه في مصر على مدار الثمان سنوات الاخيره، مشروع العاصمه الاداريه الجديده، وهو يعتبر دره التاج للمشروعات اللي تم تنفيذها في المدينه، علشان يضع مصر ويبقى فيه فرصه كويسه جدا للدوله المصريه يضعها على الخطه العالميه للاستثمارات الدوليه ومقر الشركات الهامه العالميه، ويفتح فرص وافاق جديده للاستثمار. طبعا الاستثمار من النوع ده بيحتاج معمار خاص، وهو ده اللي شاهدناه في الافتتاح بالامس، ان هذا النوع المعماري ذو الطابع الحديث اللي بيحقق بنيه ذكيه مستدامه تخدم رجال الاعمال وتخدم شركات العملاقه وتخلق فرص عمل حديثه، كان لازم يتم تنفيذ مثل هذه المشروعات. فبالتالي المشروع ده ان شاء الله بعد ما يتم افتتاحه وتنفيذه، بعد ما يتم تنفيذه واستلامه وتشغيله وتشغيله على المستوى العالمي، زي ما سياده الوزير اشار امبارح انه هيكون في ان شاء الله كيان ضخم بيدير المشروع وبيصينه وبيشغله وبيسوقه على مستوى محلي واقليمي وعالمي. فده هيفتح فرص عمل كبيره جدا، ويفتح فرص استثمار. ده غير طبعا انه له طابع معماري مميز لاول مره يتم تنفيذه في مصر زي ما حضراتكم شايفين. طب احنا كده استلمنا الثلاث ابراج، حضرتك قلت لي ان في كيان هيدير هذا الامر، ومن خلال هذا الكيان بالتاكيد يعني هتاتي كبريات الشركات العالميه اللي هتدخل باستثماراتها. مفيش تفاصيل عن هذا الامر، مفيش اخبار عن مين اللي هيخش ياجر او هياخد. استاذ مصطفى، طبعا بالفعل كلام سيادتك مظبوط. احنا طبعا حضرتك دي باكوره الاستلامات اللي بدات الاستلام ابتدائي امبارح لثلاث ابراج من 10 ابراج اداريه. تمام. المشروع بس مش بيحقق فرص اداريه، كمان بيحقق فرص سكنيه. في 5 ابراج سكنيه جاي العمل فيهم على قدم وساق. في عندنا برضو البرج الايقوني والابراج الهلاليه، 4 ابراج هلاليه والبرج الايقوني فيهم فنادق فندقين عالميين بتديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم، فندق رافلز وفيرمونت. وعندنا طبعا بيصطحب لكل برج منهم بوديوم، منطقه بوديوم منطقه تجاريه وخدميه هتقدم خدمات لاهل المنطقه وسكان المنطقه ورواد المنطقه والشركات. فبالتالي احنا عندنا فرص استثماريه ما بين سكنيه واداريه وتجاريه وفندقيه وخدميه. بالتالي احنا عندنا يعني بيتم التفاوض حاليا على تنفيذ شركه اداره، الشركه دي تبقى مسؤوله عن اداره وصيانه وتشغيل على مستوى عالمي، زي ما حضرتك في الصور امبارح بنتكلم في شبكه مرافق عملاقه، خدمه عملاق. عندنا منطقه مركزيه لاداره وتشغيل المنطقه، مبنى القياده المركزي للتحكم وللمرافق وللتكييف المركزي. عندنا يعني في عناصر ضخمه جدا في المشروع تتطلب خبرات واسعه جدا لتشغيلها. فبالتالي احنا ان شاء الله في خلال الفتره دي وخلال العام الجاري اللي احنا فيه، على ما نخلص اجراءات الاستلام لمجموعه الابراج الاداريه، هيكون في فريق عمل متكامل من شركات ضخمه موجوده بتشغل هذا المشروع، وفي نفس الوقت لمنصات عالميه لتسويق المشروع محليا وعالميا.
مهندس عمرو، البرج الايقوني الحقيقه نقطه من نقاط الجذب في المنطقه دي، والجميع بينتظر بفارغ الصبر ان يتم الانتهاء منه. نسبه التنفيذ وصلت لحد فين يا باشمهندس، وامتى هيتم تسليمه؟ هل في انباء او جدول زمني محطوط نقدر نعرفه؟ تمام يا فندم، احنا طبعا في جدول زمني وفي برنامج زمني مكثف حاليا علشان ان شاء الله ننجز الاعمال في هذا العام. احنا نسبه انجاز المشروع ككل 75%، الابراج اللي حضراتكم شرفتونا وشفتوها امبارح نسبه تنفيذها 95 وتجاوزت 96%، ومنهم طبعا الثلاث ابراج اللي تم تنفيذهم بنسبه 100%، وبدانا الاستلام الحمد لله امبارح بتشريف سياده الوزير ودوله رئيس الوزراء. الابراج السكنيه وصلت 81%، البرج الايقوني الحمد لله وصل 75%. حاليا احنا خلصنا البرج بالكامل كجسم خرساني وكواجهات وبتشطيب داخلي شغالين فيه على كل المستويات سواء الفندقي او التجاري او الاداري. وطبعا منطقه التكييف المركزي الحمد لله برضه وصلت لمرحله متقدمه اللي مكنتنا ان احنا نشغل الابراج اللي تم تنفيذها واستلامها بالامس. طبعا الابراج اللي تم استلامها بالامس اللي بدانا استلامها اللي هو البرج الاداري سي 3 وسي 4 وسي 11، بنتكلم في اطوال من 80 ل 173 متر ارتفاع الابراج، وبتكون طوابق ما بين 16 ل 33 طابق، والحمد لله طبعا على مسطحات بنائيه بتوصل ل 120 الف متر مسطح. ده بيدي فرصه برضو، عندنا كل برج تحته بيكون فيه 2 بدروم بيحتوي على مناطق انتظار سيارات. يعني حضرتك شايفين كده الصوره فاضيه فوق، الطريق فاضي، الباركينج من تحت في طابقين تحت بيستوعبوا عدد من السيارات، بتمكن المشروع انه يستقبل 15000 سياره تقدر تكون في وقت الانتظار، ما فيش اي تزاحم فوق، ما فيش اي مشاكل خالص. حركه عظيم. المرافق نفسها في نفق داخلي تحت الارض بتوصل ما بين الابراج ومنطقه الخدمات. ده شيء عظيم جدا، مشروع عالمي، من زمان كنا محتاجين حاجه زي كده في مصر، نوصل الشكل اللي كل الدول المتقدمه بتعمله. بنهني نفسينا وبنقول الف مبروك لمصر باستلام اول 3 ابراج في العاصمه الاداريه الجديده، وبنشكرك يا باشمهندس عمرو، المهندس عمرو خطاب متحدث باسم وزاره الاسكان، شكرا جزيلا لحضرتك.